يا نهار اسود يا جماعه، ما اتفقناش على كده. بسم الله ما شاء الله، اسم على مسمى. ازيك يا قمر؟ عامله ايه؟ مش ما اعرفش، مش ممكن اروح؟ لا خدني معاك اروح سوا. كله تمام؟ ايه؟ لا اتكلم، ما تسكتش. مفيش حاجه هتطلع. مفيش كلام هيطلع. طلعها. لا اوعي، بصي ما تسنديش على هضعف. انا هتكفى. هضعف واحنا في رمضان. لا طلعه عادي عادي، سيبك ان هو برنامج رمضاني وعائلي، طلعه يا شادي. بقول لك ايه؟ ايه؟ تعالي نتكلم في البرنامج عشان الهي نفسي. انا هكلم الكاميرا يا جماعه، مش هينفع ابص، افضل بص كده. بصوا، هنخلي قمر تيجي بقى تتصور هنا. عايزه تصوري في الخرم ده؟ خليها تسد الخرم يا شدود. ايوه وش بقى اندهاش.